مع تحيات باسمة أبو السرحال السيكفوري والمخرج جورج العلي. العناوين: قرداحي يهدد اللبنانيين في الخليج، والكويت تحجب التأشيرات. مهما ازداد الصراخ من هنا وهناك لن يتغير الواقع. سجال عون بري يتفاقم والقضاء يتوحد. 4 ملايين خارج أساس الراتب. البنزين متوفر. كنا نحط السوق المحلي بين 10 و12 مليون لتر يوميا، اليوم بنحط بين 7 و8 مليون. يا خي شو بيك ما عم تخلي جورة من شرك؟ شو عم بتنقيهم تنقية؟ حبيبي مأمن. شو مأمن على الجوار؟ لا على الدولاب. اشتريت 4 دوليب نكسن، طلع لي تأمين عدوليب 1 على سنة. أول 3 أشهر ما بدفع ولا فرنك، وباقي السنة بدفع شي قليل. منك قليل يا خليل. روق نيشان عجورة بدي انزل فيها. صفار كفرت الاثنين. للاستفسار 01-340-888. إجابة بنعم أو بكلا. استقالة قريبا كلا، إقالة كلا لا قريبا ولا بعيدا. اللبنانيون مهددون في الخليج؟ نعم إلا إذا استقال أو أقيل. حكومة قريبا كلا. تفعيل عمل الوزراء في وزاراتهم واللجان الوزارية في السرايا؟ نعم. القضاء مستهدف بالسياسة؟ نعم أكيد. مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي؟ نعم. مناوشات بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس؟ نعم وأكثر. الانتخابات النيابية تكون أو لا تكون؟ هذا هو السؤال الوحيد غير الممكن الجواب عليه بنعم أو لا، بل بنعم ولا. البداية من تصعيد الموقف في دول الخليج إزاء العمالة اللبنانية، بدءا من الكويت ولو على خلفية خلية حزب الله التي اكتشفت. صحيفة القبس ذكرت أن الكويت أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين، وقررت وزارة الداخلية وقف منح التأشيرات السياحية والعائلية والتجارية وغيرها للبنانيين. ولفتت مصادر الداخلية الكويتية إلى أن من لديهم إقامات داخل الكويت من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، لافتة إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائلة، إضافة إلى وقف سمات الدخول فيزا العمل. والأخطر ما ذكرته صحيفة الراي الكويتية من أن هذه التدابير تأتي ضمن إطار تنسيق أمني خليجي بين مختلف دول مجلس التعاون. ورجحت الصحيفة أن يكون هذا الموضوع على طاولة البحث في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين في البحرين الأسبوع المقبل. وفي بيروت لم يكن الجو أفضل، حيث عبر سفيرا لبنان لدى السعودية والبحرين فوز كبارة وميلاد نمور أمام رئيس الحكومة عن مخاوف من تأثير الأزمة على مستقبل العلاقات بين لبنان ودول الخليج ومصالح اللبنانيين هنا. جورج قرداحي، فكر بعقلك، ماذا سيقدم لك السيد حسن نصر الله غير البنزين الإيراني؟ وماذا سيقدم لك سليمان فرنجيه غير ما قدمه فصرت وزير الصدفة؟ وهل تحمل على ضميرك ما يتهدد اللبنانيين في الخليج؟ نصيحة: استقل بشرف قبل أن يتخلى عنك عراباك وتصبح ورقة مرمية في أسفل سلة المهملات. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حمل السعودية افتعال المشكلة مع لبنان. حصلت مشكلة في لبنان سببتها المملكة العربية السعودية بادعاء أن تصريح للوزير جورج قرداحي قبل أن يكون وزيرا أهان فيها المملكة. مهما ازداد الصراخ من هنا وهناك لن يتغير الواقع عن سبب المشكلة. نعم، بعض السياسيين
استيقظوا حديثا ليتكلموا على حزب الله من أجل استدراج العروض المالية والسياسية تمهيدا للانتخابات النيابية القادمة. هذه لن تنفع، ولا يمكن لأحد في العالم أن يملي خياراته ومطالبه على اللبنانيين. وفي سياق المعالجات، يتوقع أن يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل وزير الخارجية القطري في إطار مسعى لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج. رئيس الحكومة كان قد التقى أمس رئيس الجمهورية في إطار التداول في السبل الكفيلة بعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع. هل شرب رئيس الجمهورية حليب السباع وضد من؟ ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري فقط، وتغريدته على حسابه الشخصي واضحة في هذا السياق، والاجتهاد في غير محله عند بعض من اعتبرها تشمل حزب الله أيضا. ميشيل عون كتب: الأبرياء لا يخافون القضاء، وكما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. الرد جاء من عند نبيه بري حامي النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر، فاتهم عون بتسخير القضاء وتحويله إلى قضاء السلطة. ودخلت قناة الان بي ان للمساندة، فاعتبرت أن التاريخ سيسجل أن العدلية انقسمت طائفيا في عهد ميشيل عون، وهو أول من تدور حوله شبهة الخوف، لأنه كان يعلم بالنترات، وبدلا من أن يتحرك حرك مجلسي الدفاع الأعلى والقضاء الأعلى لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رد على الان بي ان سائلا: لماذا اعتبر من رد على تغريدة عون بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ملابسات أحداث الطيون عين الرماني، وبالتالي فأي ريبة لدى أصحاب الرد جعلتهم يعتبرون أن الكلام موجه إليهم؟ والرد على الرد جاء بحسب موازاة الصيغ من مكتب الإعلام في الرئاسة الثانية، معتبرا أن الذي أجاب على التغريدة هو رد على النوايا الصادقة التي تمتعتم بها. وفي السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن ما يتعرض له القضاء والقضاة من حملات وتهجم وتطاول يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة. وأهاب مجلس القضاء الأعلى إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة تمكينا له من القيام بدوره. نادي قضاة لبنان قال في بيان: ما دخلت السياسة على شيء إلا وهدمته، وما تعاطى الساسة في أمر إلا وشوهوه، من اقتصاد عطلوه إلى قطاع مصرفي نهبوه، إلى قطاع عام مسخوه، إلى شعب أحبطوه، إلى شباب هجروه، إلى هواء لوثوه، إلى بلد أفشلوه، وجاء الآن دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه. كفى، ارفعوا أيديكم عن القضاء رحمة بالبلاد والعباد، وليكمل المسار القضائي طريقه من دون أي تعسف أو إساءة. وفيما أعلن ميقاتي ردا على السؤال: نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي ولا نتدخل في القضاء، حذر وزير العدل القاضي أنري الخوري من تحويل قضية انفجار المرفأ القضية الوطنية إلى دراما قضائية مسرحها مبنى قصر العدل، وأسف لخرق حرمته وأروقته، الأمر الذي لم يشهده لبنان من قبل، كما حذر من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم إلى قضية وطنية للدفاع عنهم أو الذم بهم، لأن ذلك لن يؤدي إلى تحقيق العدل والعدالة. أبلغ مصرف لبنان وزارة الطاقة الطلب من أصحاب محطات البنزين تأمين نسبة 10% من الدولار لزوم شراء المحروقات، على أن يؤمن هو 90% من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين وفق سعر المنصة، ما يعني أن على شركات الاستيراد تأمين 10% من السوق السوداء، ونسبة 10% ستزداد مع الوقت، ما سيزيد من الضغط على سعر الصرف. عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس طمأن عبر صوت لبنان إلى عدم وجود أزمة بنزين. طمأن المواطنين لأنه ما في من امبارح كان في شوية خوف وشوية هذا على كثافة عجقة شوي،
المحطات لا البنزين متوفر وما في أزمة، ما في أزمة. في قصة إنه مصرف البنزين طلب كل بده يقبض من الاعتمادات من شركات المستودع 10% بالدولار، 90% هو بده يأمنها. يعني في شي رقم أستاذ جورج براكس عن الاستهلاك اليومي قياسا إلى ما سبق؟ لا أكيد في وقت الصيفية كنا نحط السوق المحلي بين 10 و12 مليون لتر يوميا بالسوق. اليوم عم نحط بين 7 و8 مليون، يعني هذه النسبة كلها تراجعت في الاستهلاك. ومننسى نحن تانكة البنزين صارت 300,000 ليرة. يعني السؤال الأخير أستاذ جورج براكس عن المازوت، يوجد أو لا يوجد؟ المازوت موجود، مازوت ما حدا يقول ما في مازوت، بس ما في إشكالية بالمازوت على توزيعه بالمحطات، لأنه بجدول تركيب الأسعار الوزارة، هذا موضوع نقاشتي مع الوزارة، الوزارة بتعرف بجدول تركيب الأسعار بتطلع سعر طن المازوت الكيلو لتر المازوت بالدولار، وهي كمنشآت النفط كشركات المستودعات الشركات ما بيسلموه إلا بالدولار الفريش. حتى منشآت النفط التابعة للوزارة ما بتسلمك إلا بالدولار الفريش. نفس الوقت كان في إشكالية بالماضي إنه هيدا اللي بس يحولوه على الليرة اللبناني ليبيع بالمحطة بالليرة، ما كانوا عم يحسبوه على سعر الدولار الفريش، كانوا عم يحسبوه على 19,000 ليرة القليل اللي بيعطيها مصرف لبنان. كان في إشكالية تانية واللي بعدها لليوم مش محلولة، انه بيفرضوا عليك تحط المصاري بالبنك في تركيز المازوت من منشأة النفط، ما بياخذوا كاش منك، بدك تحطهم بالبنك في حساب فريش اكاونت، البنك عم ياخذ عمولي 1%. تعقد لجنة المؤشر اليوم اجتماعا هو الثالث لها، والاتجاه نحو زيادة مقطوعة للأجور ضمن سقف 4 ملايين ليرة لا تدخل في أساس الراتب. من المتوقع أن يصل إلى بيروت الأربعاء وزير الخارجية التركي للبحث فيما يمكن القيام به للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء، بما في ذلك بناء محطة للطاقة الشمسية في دبي. زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متروبوليت بيروت لروم الأرثوذكس المطران السعودي، وكان نقاش في السياسة وفي إعادة بيروت إلى سابق تألقها الذي قضى عليه انفجار 4 من آب. ارتفاع في عدد كورونا الذي سجل 1004 إصابات جديدة وخمس وفيات. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة البدء بإرسال مواعيد الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا لمن هم في 60 من عمرهم وما فوق، والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ 6 أشهر على الأقل، على أن يتم الإعلان عن فئات جديدة لاحقا. نعود لنستمع إلى رئيس الحكومة بعد لقائه المطران عودي. أعلنت صاحب السيادة على إطلاق مبادرة بإذن الله بيروت حترجع ساحة للأعمال، وخاصة محصورة بالمناطق اللي تضررت بأربعة آب، وهالمبادرة بيقوم فيها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، هدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية أنها ترجع على سير عمل الطبيعي. إيران مستعدة لتفاهم جيد حول النووي بعد هذا الفاصل. القانون على ناس وناس، تعدي واستملاك ملك عام على أوتوستراد صيدا بموافقة السلطة ولا من يحاسب. أين النيابة العامة المالية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب المحامية ريتا بولوس والمحامي شربل سيسين، ومداخلة للنائب بلال عبد الله ومعنيين. الخميس بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. في معشة المساء، ما الذي يجري على الساحة القضائية؟ وهل من سابقة أم أنها بداية لضرب وشل السلطة الثالثة؟ وهل فقد من يلجم الهجمة السياسية فيضع حداً لمغامراتها الأمنية والقانونية؟ وما هي مخاطر الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربي؟ الجواب مع وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار. معشة المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهين. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد بلاده لإبرام تفاهم جيد في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي والمقرر استئنافها في 29 من الشهر الحالي في فيينا.
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على الأهمية البالغة لبدء حقبة جديدة من التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة، وذلك بعد شهرين من اندلاع أزمة الغواصات بين البلدين. دخلت فرنسا في بداية موجة خامسة من تفشي كورونا، وسجلت الإصابات 11883 حالة جديدة متخطية حاجز 10,000 لليوم الثاني على التوالي. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا في وقت لا تزال التوترات تتصاعد بين البلدين، ولا سيما بعد اتهام وارسو مينسك المدعومة من روسيا بممارسة إرهاب الدولة. إلى الصفحة الرياضية مع رومن طنوس. بأخبار اليوم، الكل بانتظار مباراة لبنان ضد إيران يلي رح بتصير بصيدا، وبهيدا الإطار بدأت الاستعدادات للمواجهة على ملعب صيدا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وضمن منافسات الأسبوع الخامس من فعاليات الدرجة الأولى ببطولة لبنان لكرة السلة. فاز فريق بيروت بنتيجة 113-44 وبفارق 69 نقطة على فريق أنيبال. بأخبارنا الدولية، منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جماهير فريق غلطة سراي التركي من السفر لمباراة الدوري الأوروبي ضد لاتسيو بالاستاد الأولمبي بإيطاليا. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، ولا سيما في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح ضمن معدلاتها. كان في هذه النشرة قرداحي يهدد اللبنانيين في الخليج والكويت تحجب التأشيرات. مهما ازداد الصراخ من هنا وهناك لن يتغير الواقع. سجال عون بري يتفاقم والقضاء يتوحد. 4 ملايين خارج أساس الراتب. البنزين متوفر. كنا نحاسب السوق المحلي بين 10 و12 مليون لتر يوميا، اليوم نحاسب بين 7 و8 مليون. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.